كيجيو فتيين من الداخل ورطبين. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غنصاوب معكم حرشات صغار في الفران كيجيو ولداد وبنان بالليمون. ندوزو المقادير. عندي السميده اللي غيكفي للخليط، عندي جوج بيضات متوسطين، كاس الكوك عامر، كاس لاروب سنيده، الحلاوه كتبقى دائما على حسب الاختيار، كاس الزيت هو ما عامرش، كاس الليمون، ممكن تعوضوا الليمون بالحليب او بياغورت. عندي جوج خمارات خمر، قشيره ديال الليمون، الملحه واحد القبيصه، وفاني. عندي هنا باش غنفندهم واحد 3 د المعالق عامرين الكوك مع جوج المعالق د السميده. ندوز للطريقه. بهاد البول غندير فيه جوج بيضات، غنزيد كاس سنيده، كاس لارو، قبيصة د الملح، طحنة الضو، قشرة د الليمون، فاني. غنخلط دوبلي سنيدة والبيض، غنزيد الزيت، وغنخلطو مزيان تيتخلطو ليا. بعد ما تخلطات ليا السنيدة والزيت والبيض مزيان تكيولي على هاد الشكل، غنزيد كاس الليمون، هما تخلطو، غنزيد دابا كاس د الكوك، مزيان نبدا نزيد السميدة شوية بشوية، تشمعنا الخليط، غندير جوج خمارات فيها 8 غرام، جينا العجينه بحال شكل ديال الكيكه حيت باغي نخليوها 10 دقائق ترتاح، غادي تشرب لنا. راكم عارفين الكوكو السميده كيشربوا،
انا غنخدم يدي في هذه المرحله. سمحوا لي قلت لكم تجي خفيفه بحال الكيك، راه مشابهني مع البسبوسه. صافي دابا نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ونتلاقاو في هذه الوقيته. سمحوا لي خصنا نسخنوا الفران يكون سخون، من بعد ما ارتحت لي العجينه كتجي على هذا الشكل، راه كتبان شربات، كتحكموا فيها في يديكم. غنجيب اللاطه من بعد ما دهنتها بالزيت، ثم ممكن تفرشوا لا بابي كويسون. غناخذ داك الكوك ونديرو في هذا البول الواسع شويه ونخلطو. غنبدا نكور الحجم اللي بغيت، غنديرو على القياس صغير شويه حيت باقي كيتشققوا، وغادي نفندهم في هذا الكوك والسميده. غنحاول ما امكن بعدهم. بحال اللي كنكورو غريبه، الفران خصو يكون سخون حيت غنسبقو اللاطا من التحت بحال شكل الغريبه، حتى كتبان لنا كتشقق عاد نردوها الفوق. كيعجبو الحامض ممكن يعوض الليمون بالحامض. باقي ان شاء الله غنصاوب معكم ليمون السمين بحبة حلاوة والنافع، كيجيو تا هما بنان وما كيتمشاو بزاف مع القهوة هادوك. انا غنستمر نفس الطريقة ونتلاقى. من بعد ما ساليتهم في اللاطا غادي نخشيهم الفران من التحت تيبان لنا كيتشقوا، عاد كنردوهم الفوق يكملوا الطياب. العافية تكون مهيلة، نتلاقاو من بعد ما يطيبوا. سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش قبيله في الاول، فاش من بعد ما نكوروهم نبسطوهم شويه بحال هكا، عاد تفكرت في هاد اللاطه الاخرانيه نبسطوهم شويه باش يعاونونا فاش يتشقوا. هما الحريشات ديالنا من بعد ما طابو، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، صراحه كيجيو لذاد وبنان. ديك الكميه عطاتني 25 حبه اللي خرجت لي بصراحه هماويين. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم كالعاده. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو وتبارطاجاو وشكرا.